المنبهات قد تكون سبباً في الصداع في الأيام الأولى من رمضان، وبالتالي كيف نحل هذا الموضوع؟ أن نشرب المنبهات، القهوة، الشاي، ولكن أن نكسر الروتين. أنت متعود أن تشربها الساعة 7 صباحاً، تمام؟ دعها تكون الساعة 9 صباحاً، ابعد على الأقل ساعتين، من ساعتين إلى 3 من الوقت الذي أنت متعود عليه، وكذلك طوال اليوم، تمام؟ إلغي فترات، أنت متعود تشرب 3 إلى 4 فناجين خلال أسبوع فقط قبل رمضان، تعود تشرب فقط فنجانين. كسر الروتين عددا ووقتا، تمام؟ إذا غير المواقيت، غير الكميات، قلل الكميات، يتعود الدماغ إلى برمجة جديدة، وبالتالي لن تشعر بالصداع إن شاء الله في أول أسبوع من رمضان.